أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن مجلس المناقصات والمزايدات قام بترسية 44 مناقصة لوزارة الأشغال خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022 بتكلفة إجمالية تجاوزت 27 مليون دينار بحريني. وأشار الوزير إلى أن المشاريع التي تمت ترسيتها توزعت بين قطاع الطرق والصرف الصحي وقطاع مشاريع البناء والصيانة. وأكد وزير الأشغال أن المشاريع التي تمت ترسيتها جاءت تنفيذا لبرنامج الحكومة لتطوير خدمات البنية التحتية بما يدعم عجلة الاقتصاد الوطني ويدفع برفد مسار التنمية الاقتصادية ويلبي تطلعات المواطنين ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.